بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها أمتنا وترد بها أمتنا وتصلح بها ديننا. That there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. I bear witness that there is no one worthy of worship except Allah, and I bear witness that Muhammad is His servant and messenger. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبده ورسوله. شكرا يا جماعة، شكرا للثقة. أنا كنت من فترة طويلة بفكر بالكلام هذا، وهلا لما شفت أختي هبل الشدد دخلت بالإسلام إجاني شعور وأشعر بدني كله، وبطلت أعرف شو أحكي يعني، وإجاني شعور إنه هلا الوقت وخلص لازم أسلم، فياريت تهدوني على الطريق يا إخوان. أشهدوا أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنا محمدًا عبدًا ورسولًا. Repeat after me please, a word by word. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. I bear witness there is no God but Allah and I bear witness
ذات محمد is the messenger of Allah. That Muhammad is the messenger of Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa abdu Allahi wa Rasulu. A right to be worshipped but Allah, and Muhammad is a messenger of Allah. الحقيقة بعد تفكير طويل قررت أن أقول كلمات قليلة في عددها لكنها كبيرة وعظيمة في معنى. كلمات تخرج الإنسان من الظلام إلى النور. كلمات أتمنى من كل قلبي أن يقولها كل مسيحي يحب المسيح في هذه القصة. أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن المسيح رسول الله وشكرا. السلام عليكم جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والفضل لله. يا رب يا رب، من اعتز بك فلن يذل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن اعتصم بك فقد هدي الى صراط مستقيم. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، انك كنت بنا بصيرا. ابارك لاخي الحبيب ان اكرمه الله سبحانه وتعالى بالهدايه. الهدايه هدايه الله جل جلاله. اعطمنا الله واياكم من الزلل، ووفقنا سبحانه لصالح العمل، وهدانا بفضله سبيل الرشاد وطريق السداد. انه جل شانه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافيه. اللهم انا نسالك صحه في ايمان، وايمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمه منك وعافيه ومغفره منك ورضوانا. اللهم انا نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ايستنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها علمنا، وتبيض بها وجوهنا. اللهم اعطنا ايمانا صادقا قويا ليس بعده كفر. اللهم انا نسالك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الاعداء، ومرافق انبياء. اللهم ثبت اخونا الجميل على الطاعه وعلى الايمان. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الانس والجان اجمعين واجعلنا سببا في ذلك يا رب العالمين. مبارك اخي، واكرمك الله وثبتك الله وحماك الله ورعاك الله سبحانه وتعالى سعادتي لا حدود لها. والله يعني انا اشعر بفضل من الله سبحانه وتعالى ان الله اكرمك بالهدايه. الهدايه هدايه الله، والفضل لله وحده سبحانه. مبارك اخي واكرمك الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان عيسى رسول الله وكلمته القاها الى مريم. I bear witness there is no God but Allah, and I bear witness
that Muhammad is the messenger of Allah. I bear witness, I bear witness, there is no God, there is no God, but Allah, but Allah, and I bear witness, and I bear witness, that Muhammad, that Muhammad, is the messenger of Allah, of Allah, and I bear witness, and I bear witness, that Jesus, that Jesus, is the slave, and messenger of Allah, of Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, but inshallah, إن شاء الله هذا أصلاً كان جسوا من يريد مسلمنا والحمد لله. إن شاء الله الوقت العرض هيكرم الوقت. أشهدوا أشهدوا أي أن لا لا إله إلا إلا الله الله وأشهدوا وأشهدوا أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله وأشهدوا وأشهدوا أن عيسى عيسى عبد الله الله ورسول ورسول أبير ويتنس أبير ويتنس there is no God no God but Allah but Allah and I bear witness and I bear witness that Muhammad that Muhammad is the messenger of Allah of Allah and I bear witness and I bear witness that Jesus that Jesus is the slave is a slave and messenger messenger of Allah of Allah alhamdulillah السلام عليكم يا اخوة ان شاء الله اذا كنت كامل الاولاد جايين كمان أشهدوا أن لا إله إلا الله الله وأشهدوا أن محمدا رسول الله وأشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله I bear witness, there is no God, but Allah, and I bear witness, that Muhammad is the messenger of Allah. La ilaha illallah. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahwana bil Islam. Ashhadu anna la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inshallah, we'll start with the father first. أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله I bear witness I bear witness There is no God. There is no God. But Allah. But Allah. And I bear witness. And I bear witness. That Muhammad. That Muhammad. Is the messenger. Is the messenger. Of Allah. Of Allah. Rabbi Aslam, Alhamdulillah. Al-Wa'at al-Umm, inshaAllah. Ashhadu. Ashhadu. An. Allah. Allah. وأشهد أن محمداً رسول الله I bear witness there is no God but Allah and I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah I bear witness that there is no God but Allah I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah من كل قلبي قدام كل الموجودين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله